كما قلنا منذ أن اكتشفنا ذاك الواقع اللي وقع في 2017 على ما أظن ديال خضاء اللحوم. دونك داو ابحاث بقينا نحاولوا نعرفوا شنو هو المشكل اللي كان. كانوا بزاف ديال العوامل اللي قلنا بان تقد تكون منها الصاد, منها الغش في العلف, منها بعض المواد اللي قد يكونوا عداوها الفلاحه وعطات هالشيء. دونك على حسب الابحاث قلنا ودي احنا كاع هاد المسببات هادشي غنحاولوا نحاربوهم. دونك اول حاجه باش نحاربوهم هي داك الطنقة الصفاء باش نعرفوا المسار ديال تتبع المسار الحيوان. اي واحد غش غادي يتعاقب في الاخر. دونك هذه الاول, لان عندك المسار ديال هذا التخصبيه ديال هذيك بالفعل. دونك هذه وحده. ثاني حاجه راقبنا, بدينا تناقبوا الاعلاف وتنشدوا المراقبه الاعلاف, تناقبوا درنا عينات مكتب وطني السلامه الصحيه, درنا عينات ديال الاعلاف, عينات ديال الماء الشارب, راقبنا المسار ديال لان كان عندنا شك بان الناس تيستعملوا داك الفضلات ديال الدجاج. دونك قمنا بإلزاميه ان بيع داك الفضلات ديال الدجاج عند موبين الدجاج يكون بطلب من المكتب الوطني للسلامه, يديروا الطلب عند المكتب الوطني للسلامه الصحيه. هذاك الفضلات ديال الدجاج غيمشيو عند السيد باش يستعملهم في الفلاحه, ماشي في. دونك تنعرفوا المسار ديالهم حتى هما والمصالح ديال الدرك الملكي بامر من وزاره الداخليه, ولا لقاو شي شاحنه هز الاعلاف داك الفضلات ديال الدجاج تيطلبوا منه رخصه ديال لونسا فين غادي هاد الفضلات باش واحد تحمل مسؤوليه. واللي كانوا خرجوا في المنابر الاعلاميه تنظن وقيله تاع عندكم نتوما بان كانت واحد الحجز ديال واحد الكميه الفضلات في المنطقه ديال الغرب. دونك هذه ثاني حاجه. زياده على هذا طلبنا احنا من المكتب الوطني للسلامه الصحيه كهيئه الوطني اطباء البياضيه, طلبنا منهم اولا يشددوا على المسار بيع الادويه, لان كاين دابا تيكون اسواق اسبوعيه تيكونوا بعض الادويه ديال المهربه تيجيهم بعض الدول. دونك تيتباعوا في طريق غير سليم ولا غير قانوني ديال الادويه. دونك تيداو حملات تمشيطيه في الاسواق وتيحجزوا داك الكميه ديال الادويه ديال المهربه باش ما يكونش استعمال ديال الادويه فقط من طرف الكساب بلا ما يعرف كما قلنا الرواسب ديالو شحال تيبقى المده في اللحم باش ما ياكلش الانسان داك اللحم اللي فيه الدواء ولا شي حاجه. دونك هادو زياده على هذا تنطلبوا حنا كهيئه من الاطباء البياضيه ديالنا كاملين كل سنه تنصيفطوا لهم دوريات تنشكرهم على الدور المهم تيقوموا به سنويا في محاربه الامراض في التأطير والتوعية ديال الكسابة. زيادة على هذا حتى باش حتى هما يعاونوا في المراقبة ويبلغوا لكان شي حالة غش عند شي واحد.